السلام عليكم متابعي قناه ديفيرس تي في الفلاحيه. الاعلان ديال اليوم غادي نشوفوا يعني لما حد التقني الفلاحي بتارودانت مدينه تارودانت اللي لحظه الانونس ديال يعني ولوج المعهد التقني الفلاحي المستوى كواليفيكاسيون اغريكول الموسم الفلاحي يعني الموسم الدراسي 2021-2022 يعني اخر اجل يعني المستوى التقني الفلاحي يعني اخر اجل هو شهر 7 باش تلونسيو يعني التسجيل ديالكم. المعهد التقني الفلاحة كيتواجد بمدينة تارودانت. الناس اللي قراو مدينة تارودانت يمكن لهم يحطوا الدراسة ديالهم في لو سيت ديال الكونكور اغريكولتور اغريكولتور بان كو بان ام ا. اذا مباراة ولوج المعهد التقني الفلاحي بتارودانت مستوى تقني يعني تكنيسيان. ينظم المعهد التقني الفلاحي بتارودانت مباراة ولوج السنة الأولى تقني فلاحي. شروط الولوج أن يكون المرشح من جنسية مغربية، أن لا يتعدى عمر المرشح 30 سنة عند تاريخ بداية التكوين، أن يكون قد أنهى دراسته دراسة السنة الثانية بكالوريا علوم تجريبية، علوم حياة الأرض، علوم زراعية، علوم فيزيائية، علوم رياضية أو أبي. يعني يكون يعني عنده نيفو باك فهاد يعني الشعب العلمية فقط، وذكر الشعب العلمية ماشي الشعب الأدبية. إلا عندك نيفو باك الشعب الأدبية راه غتمشي الكاليفيكاسيون، ولكن إلا عندك علمية غتمشي ديريكت تكنيسيان أو حاصل على دبلوم تأهيل فلاحي أو ما يعادله في إحدى التخصصات المطابقة لشعبة التكوين بالمؤسسة مع أقدمية لا تقل على سنة كاملة من التجربة المهنية، وذلك في حدود 10% من المقاعد المحددة لهذه الشعبة، أو إلى ديجا كنتي قريتي كاليفيكاسيون مستوى التأهيل في واحد المعاهد ديال المغرب يمكن لك تدفع لهم التقني، ولكن تكون عندك واحد التجربة ديال سنة في الضيعات الفلاحية مدعومة بشهادة ديال التدريب. وعلى المرشح التسجيل بالمنظومة المعلوماتية لمديرية التعليم والتكوين والبحث على الرابط التالي. كتدخلوا لهذا الرابط اللي هو www.fpa-concours.agriculture.gov.ma وكتسجلوا كتبعوا الخطوات ديالكم. بالنسبة للتخصص اللي كاينين في هذا التقني كاين تربية الأبقار والأغنام والماعز. إذا تربية الأبقار والأغنام والماعز اللي عنده الاهتمام بهذا التخصص يمكن يمشي لتارودانت يعني المعهد ديال تارودانت يدفع لهم. بالنسبة لمدة التكوين دائما سنتين، وكيشمل التدريب التطبيقية في الضيعات والمقاولات الفلاحية، يعني التناوب بين المعهد والضيعات الفلاحية. نهاية التكوين كتحصل على دبلوم تقني فلاحي اللي كيمكن لك متابعة التكوين في مستوى أعلى، زائد الاندماج في الحياة العملية، زائد خلق مقاولة فردية أو جماعية. بالنسبة لنظام التكوين، جميع المتدربين والمتدربات يخضعون لنظام داخلي بالمجان، يعني نظام داخلي عندهم المبيت والمأكل والمشرب. بالنسبة يعني المعهد التقني الفلاحي بتارودانت، الفاكس أو الهاتف 05-28-55-01-40، هذا هو الهاتف ديالهم والفاكس. اذا اللي قريب المعهد الفلاحي بتارودانت يمكن ليه، او اللي مهتم بهذا التخصص ديال تربيه الاغنام والابقار يمكن ليه يدفع لهم، يمكن ليه يدخل للسيت يعمل المعلومات ديالو ويتصل بهم وعندهم الفاكس باش يرسل لهم المعلومات. اذا الى اللقاء في فيديو اخر ان شاء الله.